بعد اللي حصل امبارح ده نزل 40,000 جنيه غرامة على بتروجيت، وكمان في 25,000 جنيه غرامة على مدرب النجوم. الخبر اللي معايا بيقول ان قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري توقيع غرامة مالية على نادي بتروجيت وقيمتها 40,000 جنيه مصري، بواقع 20,000 جنيه لعدم الالتزام بتعليمات الحكم والمراقب الخاص بالزي، و20,000 جنيه تانيين لتأخير المباراة عن ميعادها المحدد، مع تحمل النادي تكاليف الأضرار المترتبة على هذا التأخر، وبترد للاتحاد من الشركة الراعية للمسابقة. كمان قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 25,000 جنيه مصري على أحمد سامي المدير الفني لفريق نجوم المستقبل، بواقع 10,000 لما بدر منه من سلوك غير رياضي، كمان لعدم حضور المؤتمر الصحفي بعد اللقاء.